أعزائي طلاب الثالث المهني الفرع الصناعي وفرع الحاسوب، أهلا بكم في حلقة مادة الرياضيات الامتحان التمهيدي 2024. هاي الأسئلة كانت في هذه الأسئلة، السؤال الأول إحنا يعني هاي الأسئلة إحنا جزأناها الأسئلة، راح نحلها كل سؤال على حدة. زين، هاي الأسئلة كانت عبارة عن 5 أسئلة، وراح هسه نحل الأسئلة. نبدي بالسؤال الأول. زين، نجي على السؤال الأول. هذا السؤال الأول كان مثل العمليتين الآتيتين هندسيا على شكل أرجان. نجي على العملية الأولى، شلون نمثلها؟ الأول خطوة هاي الأولى نمبر 1. أول شيء إنه أنتوا شو تسوون؟ إنه هي 1 + 2i زائد 3 + يكون 3 هنا ناقص 4. تجمعون الحقيقي مع الحقيقي والتخيل مع التخيل راح يطلع 1 + 3 = 4 ناقص 2. هاي نجي نمثلها على خط الأعداد. يعني شوي هذا البرنامج الرسم فيه صعب. نجي نمثلها على خط الأعداد. زين، نمثل هذا الخط الأعداد المهم انه الرسم يكون يعني مقارب. هذا احنا سوينا خط زين. هسه شو نسوي؟ الخطوه اللي وراها انا ايش عندي؟ عندي هاي الصفر صح؟ هاي الصفر، وهذا عندي الواحد، هاي الواحد، هاي 2، وهاي 3، هاي 3. عندنا 0 1 2، وهنا نحن 0 راح تكون -1، هاي -2، هاي -3، وهاي راح تكون -4. زين، هذا الاكس اكسس محور الاكس، وهذا محور الواي اكسس. وراها احنا ايش عندنا؟ النقطة الأولى، النقطة الأولى 1 + 2، هذا الواي اكسس يمثل عدد تخيلي، وذاك يمثل العدد الحقيقي الاكس. فواحد، ها خلينا نحط هذه، هاي 1، هاي 2، هاي 3، وهاي 4، هو 5 داخل يعني حسب الأعداد اللي عندك. 1 + 2 هاي النقطة هنا، فهذه 1 + 2 راح نوصلها، هاي 1 + 2 نوصلها إلى نقطة الأصل، إلى نقطة الأصل. زين، هاي النقطة اللي هي 1 + 2. زين، عند النقطة الثانية 3 + 4، 3 + 4، هاي 3، هاي -4. شوفوا هاي النقطة هنا تقريبا، هذه النقطة 3 + 4، وأيضا أوصلها هاي 3
سالب 4 راح اوصلها بالخط اللي يوصل مع المحس. زين هاي النقطة وهاي النقطة الأولى. ايش طلعت عندي مالتي المحصلة ورا ما جمعتهم؟ طلع 4 بسالب 2، طلع 4 بسالب 2، 4 هاي 4 بسالب 2 هاي سالب 2، طلعت هاي النقطة اللي جمعت ورا ما جمعتها اللي هي 4 بسالب 2، وأيضا أوصلها على نقطة الأصل. زين فصارت بهذا الشكل، أنقط من النقاط هذا وأنقط النقاط اللي وصلت هذا طبعا هنا السهم. زين وأسوي هذا اللي هو رسم خاص بالنقطة الأولى. زين بالنسبة إلى النقطة الثانية، بالنسبة إلى الرسم للنقطة الثانية راح أستخدم نفس الشيء نفس الرسم. يعني شوفوا بالنسبة للنقطة الثانية أيضا هنا أنا راح أرسمه، أجيب الأدوات، أجيب المسطرة، رسمت هسه اني المقال الذاتي. ايضا عندي هذا الصفر، هذا الصفر خل اكتب نتيجة المعادلة الثانية اللي هي 2 5 ناقص 2 اي ناقص، هنا اكو ناقص انتبهوا مو مثل اللي تجمع، ناقص 3 اي. هذه تصير بهذه الصيغه، تدخلون تصير يعني كانما 5 ناقص 2 اي زائد، وهاي راح يصير ناقص 2 زائد 3 اي، راح يطلع لي المجموع مالتها 5 ناقص 2 3، والتخيل مع التخيلي راح يصير زائد اي. فاجي ارسمها هاي صفر، هاي عندنا 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4، وهاي خلينا نقول 5. زين وعندي من هنا هاي ايضا 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي راح تكون سالب 1، سالب 2، سالب 3، زين هاي ايضا هنا راح تكون عندي سالب 1، هاي سالب 1، هاي سالب 2، هاي سالب 3، ولا يعني سالب 4. نجي نمثل النقطة الأولى، النقطة الأولى اللي هي ايش قد راح تكون؟ راح تكون 5 ب 2، 5 ب 2 هاي 5 ب 2، هاي 5 هنا 5 لازم، هاي 5 ب 2 هاي النقطة الأولى اللي هي 5 ب 2، وصلها إلى يعني هاي النقطة 5. النقطة الثانية، النقطة الثانية راح تكون ايش قد؟ عفوا النقطة الأولى 5 ناقص 2 وليس 5 ناقص 2. النقطة الأولى خمسة بسالب اثنين، خمسة بسالب اثنين راح تكون جوا هنا، هاي
على 5 × 5 = 5 × 5 = 2 ونصفها معها. هذه النقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية اللي هي راح تكون سالب 2 ب3، سالب 2 ب3، سالب 2 ب3 هاي النقطة، سالب 2 هاي سالب 2 هاي سالب 3 سالب 2 ب3 هاي النقطة سالب 2 ب3. النقطة المحصلة هي 3 في i يعني 1، 3 هاي 3 في 1 يعني هنا هاي النقطة اللي طلعت المحصلة مالتين، اوصل مالتين، فهذا هو الرسم، واخلي نقاط هنا اوصل نقاط التقاطع، وايضا نقاط هنا التقاطع، هذه صار الرسم. عندي شبكة هذه النقطة قبل لا أحولها أهم أيضا أرسمها اللي هي 2 × 3، هذا ناقص 3 ب2 هاي 2 يعني يصير هنا هاي 2 ناقص 3، هاي النقطة اللي قبل لا أدخل عليها الإشارة السالب أيضا أرسمها، بس ما أخليها ضمن نقاط يعني منقطة ضمن المحصلة مالت الناتج اللي طلعته بالرسم اللي هي 2 ناقص 3. هذا بالنسبة لرسم هذا السؤال. نجي على السؤال الفرع باء، شوية هذا السؤال خذنا عندنا وقت طويل، اللي هو يستخدم قواعد خواص التكامل، جد الدالة المقابلة اف اكس 3 اكس تربيع ناقص 5 اذا علمت ان اف 1 يساوي لنا 2. احنا يريد استخدام اول شيء هاي الدالة اف اكس يساوي لنا 3 اكس تربيع ناقص 5 كتكامل. احنا صح نقول اف اكس تتكامل هذه الدالة اللي هي 3 اكس تربيع ناقص 5 تكامل مالتها ايش راح يصير؟ طبعا مو تنسون تخلون هنا دي اكس، ايش راح يصير؟ انه التكامل راح يتجزأ. يعني شلون يصير؟ يتجزأ، يصير هذا 3 ضيف له اس جديد يقسم على الاس الجديد ناقص هذا 5 اكس يصير 1 زائد سي زائد سي. زين ابسط 3 هاي راح في هاي 3 راح يصير يساوي لنا اف اكس راح يساوي لنا اكس تكعيب ناقص 5 اكس زائد سي. عوض عن الاف عندما اف يساوي لنا 1، يعني شنو معناها اف 1 يساوي 2؟ يعني تعوض عن اكس، شنو معناها؟ يعني تعوض عن الاف 2 كلها والاكس تعوض عنها 1، فصير 1 تكعيب ناقص 5 في 1 زائد سي على مود اطلع قيمه سي، وراح تطلع لي سي هنا راح تطلع 2 تساوي لي 1 ناقص 5 زائد سي، وأدي الى ان سي تساوي هاي 1 ناقص 5 ناقص 4 تروح لهناك تصير 6. اذا المعادله اف اكس هي المعادله النهائيه اكس تكعيب ناقص 5 اكس زائد 6 يساوي هاي المعادله المطلوبه. زين هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو الأجب عن الفرعين، بسط المقدار التالي. المقدار التالي هذا من الأعداد التخيلية، أعداد المركبة يعني 1 + 2 هاي هذا من أف أوكي، هذا معناه يساوي لنا في 1 + 2 هاي صح؟ شو تسوون أنتو؟ إحنا نضرب البداية 1 يصير 1 ناقص 4، ليش؟ 2 × 2 4 سالب يصير i في i سالب i هذه. بعدين شو نسوي؟ نضرب نقول 2i في 1 راح يصير عفوا 1 2 احنا ضربنا الواحد بالواحد، نضرب الواحد بال2i راح يصير 2 + 2، ايضا نضرب الواحد الثانيه بالi راح يصير i. النتيجه النهائيه راح تصير ناقص 3 + 4 هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على فرع باء، هاي انتهى الحل يعني، بس هذا فرع باء اللي هو يقول جد نقاط الانقلاب ومناطق التقعر والتحدب للدالة
اف اكس 4 اكس تبعيد ناقص 3 اكس زائد 4. الخطوه الاولى انه انتم تعرفون انه يريد مناطق التقعر، فالمشتقه اشتق يعني مشتقه ثانيه. اول شيء اشتق المشتقه الاولى اف اكس فتحه او واي فتحه نفس الشيء، الاشتقاق هو ينقص 1 4 في 3 يصير 12 اكس اس 2 ناقص 3، هذا الاشتقاق الاول. الاشتقاق الثاني شو راح يصير؟ راح يصير اف تحتين اكس اشتق المشتقة الثانية، راح يصير 24 2 في 12 24 اكس ناقص 3 24 اكس، يصير بس 24 اكس. اذا اساويها للصفر 24 اكس يساوي للصفر، ان المشتقة الثانية راح يساوي لنا للصفر عم نطلع النقاط، راح يؤدي الى ان اكس يساوي لي صفر. اذا اختبر هذه النقطة، ارسم خط الاعداد. ارسم خط الاعداد. زين. رسمت خط الاعداد، هذا خط الاعداد. ورا ما رسمته راح اسوي انه هاي اقول هاي الصفر. أنا عندي هذا الصفر، صح ولا لا؟ أختبر أكبر من الصفر وأصغر من الصفر، وين أختبر؟ انتبهوا، بالدال المشتقة الثانية، مو تختبرون المشتقة الأولى، زين؟ فمن آخر سالب راح يبقى سالب، صح؟ فراح يصير هاي قبل الصفر سالب. من آخر موجب، مثلا الواحد راح يصير موجب. فإذا هذا الموجب، فصارت هذه مناطق تحدب، وهذه مناطق تقعر. اذا اكتب نعوض اول شيء احنا نطلع النقطه بالداله الاصليه، نعوض النقطه وراح يصير 4 0 عن اكس 0 ناقص 3 0 زائد 4، راح تطلع لي النقطه تساوي لي 4. اذا النقطه هسه عندي النقطه اللي هي الاحداث السيني الى 0 وصادي 4 هي نقطة تمثل نقطة شنو؟ نقطة انقلاب. نقطة انقلاب، شوفوها انقلبت من التحدب إلى التقعر. إذا مناطق التحدب هي الأكبر من الصفر، مناطق الأصغر من الصفر، مناطق التحدب هي نقدر نكتبها x، حيث x أصغر من الصفر وفارزة x تنتمي إلى R، ومناطق التقعر نكتب مناطق التقعر، مناطق التقعر نكتب x حيث x أكبر من الصفر فارزة x تنتمي إلى R. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على فرع جيم. سؤال فرع جيم يقول اكتب معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه تقعان على المحور الإكس إذا علمت أن أحد بؤرتيه تبعد عن رأسيه بمقدار 8 و2 وحدات على الترتيب وينطبق محورها على المحورين الأحداثية. 2A هو عبارة عن شنو؟ عن 2 زائد 8، لأن قال لي بالترتيب، فراح يطلع لي أنه 2A يساوي لي 10. زين، فأنا أريد بس أي يعني أي يساوي لي، هنا أنا أكتبها يعني أي يساوي 10 على 2 يطلع لي 5، يؤدي إلى أن أي تربيع هي 25. زين، من خلالها أقدر أطلع سي. إيش قايل لي؟ سي تبعد عن إحدى بؤرتين، تبعد عن إحدى بؤرتين 8، يعني أنا طلعتها 5، ف 5 ناقص 2 يطلع لي 3، 5 ناقص 2 يطلع لي 3، فيؤدي إلى أن سي تربيع هي 9، صح؟ تربيع 9. عندي سي تربيع هي أي تربيع على قانون ناقص بي تربيع، لأن قطع أطلع منه، فراح يصير 9 يساوي لي 25 ناقص بي تربيع، ويؤدي إلى أن بي تربيع يساوي لي 25 ناقص 9، وراح يطلع لي يساوي لنا 16. انتهت المعادلة. اكتبها اكس تربيع على اي تربيع على المعادلة زائد ناقص زائد عفوا لانها قطع ناقص واي تربيع على بي تربيع يساوي لنا 1. اذا المعادلة اكس تربيع على الاي تربيع اللي هي 25 زائد
واي تربيع على 16 يساوي لي 1. هاي بالنسبة لهذه المعادلة. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الثالث. جد قيمة التكامل التالي اللي هو من 0 إلى 3. جد التكامل من 0 إلى 3، 3 إكس تربيع زائد 2 إكس دي إكس. التكامل يعني سهل، هذا التكامل بس ندخل عليه التكامل. يعني نقول إحنا عندي آني من أكاملة، هذا شلون راح يصير؟ راح يصير أكاملة آني يساوي لنا، ندخل على هذا يصير 3 إكس تكعيب على 3 زائد 2 اكس تربيع على 2. هذا تكامل محدد فراح يصير من 0 الى 3. ابسطه يعني معناه هذا يساوي لنا اكس تكعيب، هاي 3 راحت الى 3 زين، يعني معناها هاي 2 راحت الى 2 راح يصير اكس تكعيب زائد اكس تربيع من الصفر للثلاثة. نعوض بالبداية الثلاثة يعني راح يصير تساوي ثلاثة تكعيب زائد ثلاثة تربيع، هذه كلها بعدين نعوض ناقص صفر، يعني إذا عوض الصفر صفر تكعيب هو صفر وصفر تربيع هو صفر، فراح يصير ثلاثة تكعيب هي 27 زائد 3 تربيع اللي هي 9، وراح يطلع لي الناتج 36. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال الثالث فرع A. السؤال الثالث فرع B يقول جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ورأساه V1 10 جذر 10 وصفر، وV2 جذر سالب جذر 10 وصفر، وبؤرتا F1 جذر 18 وصفر، وF2 جذر سالب جذر 18 وصفر. اللي حل هذا السؤال احنا عندنا اي، اي هي جذر 10 صح ولا لا؟ لان هو قايل لي الرأسها، فهذه جذر 10 صفر، جذر 10 يعني معناها اي تربيع هي ايش قد؟ هي 10 زين. السي البؤره هي جذر 18 يعني سي التربيع مالتها مربعها سي التربيع، انا بدي اطلع البي هي 18. عندي قانون القطع الزائد، البؤرة يساوي لنا A تربيع زائد B تربيع زين، وهي راح يساوي لنا C هي 18 يساوي لنا 10 زائد B تربيع، راح يطلع لي انه B تربيع راح يساوي لي 18 ناقص 10 يساوي 18 ناقص 10 راح يساوي لنا 8. طلعت البي، إذن البؤرتان يقعان على المحور اكس، بؤرتان شوف البؤرتان وين تقع؟ تقع على المحور اكس، إذن معادلة القطع الزائد تنتمي إلى المحور اكس، راح أقول اكس تربيع على اي تربيع ناقص واي تربيع على بي تربيع يساوي لنا 1، وهذه الحالة راح أكتب اكس تربيع، الاي تربيع هي 10 ناقص واي تربيع والبي تربيع هي 8 يساوي لي 1 زين. تجي على السؤال الرابع فرع الف، السؤال الرابع فرع الف، خلينا نشوف شنو السؤال. يقول جد معادله القطع المكافئ الذي راسه نقطه الاصل ويمر بالنقطه 5 وسالب 2 ودليله يوازي المحور اكس. شوفوا بما انه هاي مهمه، بما انه الدليل يوازي المحور يوازي اكس معناها شنو؟ ان البؤره تنتمي الى محور واحد، معناها ان البؤره، معناها ان البؤره تقع او تنتمي الى واحد زين. هذا من حصلت هذا راح اقول اكس تربيع معادله اللي تنتمي بها البؤره الى المحور واحد هي هذه ناقص 4 اي واحد زين. ايش عندي؟ اعوض بالنقطه، النقطه تنتمي النقطه النقطه 5 وسالب 2 تنتمي، اذا راح اطلع من عندها الاي، وراح يصير 5 تربيع تنتمي الى القطع المكافئ، تنتمي للقطع المكافئ، وراح يصير 5 تربيع يساوي لي
ناقص 4 اي الواي ايش قد؟ اللي هي سالب 2. زين؟ راح يؤدي الى ان 5 تربيع هي 25 يساوي لي ناقص 4 راح يصير اكتبها راسا ناقص في الزائد راح يصير زائد راح يصير هنا 8 4 في 2 8 8 اي راح يصير 8 اي 8 اي راح يؤدي الى ان اي يساوي لي 25 على 8 طلعت اي. زين شو يريد من عندي؟ انه اكتب المعادله يعني المعادله اكس تربيع يساوي لنا ناقص 4 اي قد طلعناها في 25 على 8 واي. اكو اختصار هاي بيها 2 هاي بيها 1 فراح يطلع لي انه المعادله النهائيه اكس تربيع هي تساوي لناقص 25 على 2 واحد. هاي معادلة القطع المكافئ. نجي على فرع باء، خلينا نشوف شنو فرع باء. فرع باء يقول جد مناطق التزايد والتناقص للدالة اف اكس تساوي 2 اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع ناقص 12 اكس زائد 2. بما انه قايل مناطق التزايد والتناقص يعني اجد المشتقة الأولى. المشتقة الأولى للدالة رأسا راح اشتق يساوي لنا 2 في 3 6 اكس ناقص 6 هنا 6 اكس تربيع ناقص 6 اكس ناقص 12 هاي الدالة. طلعت انا الدالة قسمها على 6 للسهولة قسمها على 6 على مود ابسطها راح تصير تساوي لنا 6 اكس تصير اكس تربيع ناقص اكس ناقص 2 يساوي لنا 0. يساوي لنا 0 ليش؟ لان انا اخلي المشتقة الاولى اف اكس تساوي 0. زين راح تنحل هذه راح تصير بالتجربة اكس ناقص 2 و x زائد 1 x زائد 1. زين هسه صار عندي نقطتين يعني نقطتين مرشحات. عندما x ناقص 2 تساوي 0 يؤدي الى ان x تساوي لي 2 او عندما x زائد 1 تساوي 0 يؤدي الى ان x يساوي لي ناقص 1. اذا صارت عندي مناطق ما قايل لي تجيب النقاط فما داعي اطلع النقاط اروح على رسم ارسم خط الاعداد على مود اختبر المناطق التزايد والتناقص واشوف وين شنو اللي صار. فاجي هنا أنا هذا خط الاعداد عندي رسمته ووراها اجي عندي النقطه حالي عندي انا ايش عندي؟ عندي سالب واحد هاي السالب واحد وعندي اثنين هاي اثنين. زين العفو فوق كبير السهم. اجي من اخر اختبر ان هنا الاشاره لازم تختبرون وين بالمشتقه الاولى تاخذون اكبر من سالب واحد اللي هي مثلا سالب اثنين تعوضوها بالمشتقه راح تطلع لكم اعوضها هنا بالمشتقه وين المشتقه هذه او هذه انا اخذت السالب اثنين سالب اثنين تربيع تصير اربعه اربعه ناقص اثنين ناقص 2 ناقص 2 راح يطلع لي اخذت ثاني العفو اخذ غير سالب 2 لان سالب 2 راح يرجع للمعادله صفر اخذ 3 3 راح يطلع لي هنا 9 9 ناقص 3 6 بالموجب ناقص 2 يعني راح يطلع لي موجب. زين هذا موجب. زين اخذ الصفر حل الوسط هنا فالصفر راح يطلع لي سالب ناخذ الصفر وعوضه بالمشتقه راح يطلع لي سالب. هنا ايضا ناخذ 3 الموجب نفس الشيء راح يطلع لي موجب. اذا مناطق التزايد راح اكتبها مناطق التزايد اقدر اكتبها بعده صيغ اكتب مناطق التزايد اللي هي من هي اللي هي اكس حيث اكس بين ال نعم اكتب بهذه الصيغه اكس حيث اكس مناطق التزايد حيث اكس سالب واحد اكبر من سالب واحد وبعد عندي ايضا اكس اكبر من اثنين اكتب هذه الصيغه واكتب مناطق التناقص مناطق التناقص اكس حيث راح يصير اكس هنا اكس
من سالب واحد x أكبر من سالب واحد إلى x أصغر من الاثنين. أيضا هاي مناطق تزايد، وهنا أنا مو أنسى أكتب بالفارزة x تنتمي إلى r، لازم أكتب هاي ما نسيتها هناك تنتمي إلى r، هنا لازم أكتبها على مود صرت جواب صحيح. زين فارزة x تنتمي إلى r، هاي مناطق التزايد. أو أكتبها بصيغة أخرى أقدر أكتبها بهذه الصيغة، أكتب إنه مناطق التزايد، مناطق التزايد، يعني تكتبها هيك صحيح أو تكتبها بهذه الصيغة مناطق التزايد x حيث x قلنا سالب واحد أصغر من سالب واحد، واتحاد x حيث x أكبر من اثنين هذه، أو تكتب هذه الصيغة أو تكتبها إنه الفترة المفتوحة من سالب واحد واثنين، يعني كل r فضلتها على فرض استثناء هذه المعادلة. أيضا أقدر أكتبها بهذه الصيغة مناطق التناقص، أكتب مناطق التناقص اللي هي الفترة المفتوحة بين سالب واحد واثنين، مناطق التناقص أكتب الفترة المفتوحة، الفترة المفتوحة. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نكمل أعزائي الطلبة، وصلنا إلى هذا السؤال. خلينا نشوف هذا السؤال شو يقول. يقول جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة vt 2t زائد 12 جذر الآتي، المسافة المقطوعة في الفترة الزمنية 1 و 3 والإزاحة التي قطعها الجسم في الفترة 1 و 3. شوفوا هذا السؤال بالبداية إنه إذا قلنا vt، هاي vt يعني السرعة، هي شو تساوي لنا 2t زائد 12. من نخليها تساوي صفر، يعني ساويها للصفر 2t زائد 12 يساوي صفر، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2t يساوي لنا سالب 12، ويؤدي الى ان t يساوي لي سالب 6. معناها انه الجسم الزمن، من يكون الزمن بالسالب يعني فان الجسم لم يتغير حركته، لم تتغير اتجاهه اثناء حركته، معناها ان الجسم لم يغير اتجاهه. هاي شنو معناها؟ معناها المسافة هي نفسها الازاحة، المسافة الدي هي نفسها الازاحة او البعد، بس نخليه مطلق للازاحة، يعني هذا المطلب الاول والمطلب الثاني هو نفس الشيء نفس الحل. فاجي اكامل المطلق تكامل من واحد الى ثلاثة، هذا تسووه بس من يطلع عندكم سالب 2t زائد 12dt. ما راح اكامله هذا مطلق، راح يتكامل هذا التكامل مالته يساوي لنا مطلق، راح يساوي لنا 2t تربيع على 2 زائد 12t من 1 الى 3 في المطلق. المطلق على ما يطلع سالب راح يساوي لنا 2 راحت ويا الاثنين، راح يطلع لي مطلق تي تربيع زائد 12 سي من 1 الى 3 بالمطلق. يعني مره نعوض الثلاثه راح يصير يساوي لنا مطلق، نعوض الثلاثه راح يطلع 9 زائد 12 في 3 راح يطلع لي 36، ومره قلنا بقول ناقص اعوض الواحد راح يصير واحد تربيع واحد تي تربيع، يعني واحد تربيع واحد زائد 12 هذا مطلق، اللي هذا راح يساوي لنا مطلق راح يصير 45 ناقص 13 راح يساوي لنا 32 متر. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. هنا خلوها ببالكم انه المسافة تساوي الإزاحة، القيمة المطلقة للإزاحة، ناخذ نكتبها المسافة تساوي القيمة المطلقة
الانتساب. زين، هاي بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الخامس فرع الف، نشوف شنو الموضوع وشنو ضع العدد المركب الاتي بالصيغه الجذريه الاعتياديه. العدد الاتي هو كسري عدد مركب اللي هو 2 ناقص 4 اي على 3 زائد 5 اي، نضرب في مرافق المقام اللي هو 3 ناقص 5 اي على 3 ناقص 5 اي، وهذه الحل نضربها بهذه الصيغة. احنا قايل لكم انه تضربون 2 في 3 راح يصير 6، وهذا راح يصير ناقص 20، 4 في 5 20. زين، وهذا راح نضربه ايضا راح يصير ناقص 12 زائد 10 زائد ناقص 10 اي على 9 زائد 25، صح؟ راح يساوي انه يساوي ان هذا بسطه راح يصير ناقص 14 ناقص 22 اي على 34، وراح يساوي لنا سالب 7 على 17 على اعتبار وزعنا 14 على 37 هي سالب 7 على 17 ناقص 11 على 17 اي. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال أعتقد الأخير، السؤال الأخير اللي هو التكاملات. شوف قيمة 2 من التكاملات التالية، خلينا نشوف شلون نحل التكاملات. نجي شوف اول واحد، انا راح اشرح حل التكاملات. اول واحد بعرف، اول واحد هذا هاي 10 هاي 5، تختصرون هاي منها 5 ويا 10 تروح يبقى 5، يبقى جوا 5 راح تنكتب بهذه الصوره، راح تنكتب تكامل 1 على 3 ناقص اكس اس 5 اس 5 دي اكس. بعدين شو نسوي؟ يساوي هذا راح يصير تكامل الصعد اللي فوق راح يصير 3 ناقص اكس الاس سالب 5. مشتقة الداخل قوس على دي اكس، طبعا مشتقة الداخل قوس هي شنو؟ هي سالب 1، فاحتاج انه اضرب في سالب 1 واقسم على سالب 1. اضرب هاي هنا، يعني اضرب في سالب 1 واقسم على سالب 1، ف السالب راح تبقى هنا راح يطلع لي سالب، زين، وهنا راح يصير سالب 1 و3 ناقص اكس هذه للاس 5 سالب 5 عفوا دي اكس. فمن اكاملها هذه الدي اكس والسالب 1 تروح يبقى سالب، وهاي راح تصير 3 ناقص اكس السالب 4 اضيف اس الاس الجديد هو سالب 5 زائد 1 راح يصير سالب 4، واقسم على الاس الجديد اللي هو سالب 4 زائد سي. اقدر اكتبه بعد بهذه الصيغه، لكن خليته يجي ايضا صحيح ماكو مشكله. ايش راح يصير؟ راح يصير سالب يروح للسالب يبقى 1 على 4، وهاي تنزل لجوا تصير 3 ناقص اكس اس 4 زائد سي. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو أيضا التكامل، اللي هو الثاني أيضا راح أحله مباشرة. الثاني من تشوفون هيك يعني أكو علاقة إنه الأول ينفك بالتجربة، من تشوفونه متكون من ثلاث حدود لازم هذا ينفك بالتجربة، وراح أفكه راح يصير إكس زائد 3، وهاي راح تصير إكس زائد 2 على اكس زائد 2. دائما تشوفون هيك التكامل، يعني خلوها ببالكم انه هذا اللي تشوفون هيك التكامل كامل ثلاث حدود لازم ينحل بالتجربه ولا علاقه بالمقام.
هذا راح اختصر هذه مع طبعا دي اكس راح اختصرها راح يساوي لنا التكامل راح يصير بهذه الصيغه تكامل اكس زائد 3 دي اكس. هذا تكامله سهل يعني راسا عظيم راسا احله راح يصير اكس تربيع على الاس الجديد على 2 زائد 3 اكس زائد سي الحد الثالث. زين بالنسبه للتكامل الاخير اللي هو ثالثا هو التكامل اقول افتح اسويه راسا هذا معناها اكس او معناها هذه اكس سالب 7 على 2 خلوها ببالكم دائما الجذر هو نصف وعندي هنا نفس السالب 7 على 2 دي اكس ايش اسوي اضيف اس للاس الجديد واقسم على الاس الجديد يعني شو يصير يصير يساوي لنا اقسم يساوي لنا اكس سالب 7 على 2 سالب 7 على 2 زائد 1 ما اعتقد شبحت خلنا شوية نكتبها اقول هنا أنا هذه اكس تصير اكس سالب 7 على 2 زائد 1 وقسم على الاس الجديد اللي هو سالب 7 على 2 زائد 1 زائد سي. هذه راح تصير من راح تصير اكس والسالب 5 اكو حدود المقامات المقام 2 راح يصير 2 ناقص 7 يصير سالب 5 على 2 وتقسمون على الاس الجديد اللي هو سالب 5 على 2 زائد سي. ابسطه بعد زين فايش راح يصير؟ راح يصير يساوي لنا راح يصير هذا تنقلب دائما سالب 2 على 5 هذه تصير هذه اكس سالب 5 على 2 زائد سي وهذا نقدر نكتبه بهذه الصيغه كصيغه ايضا سالب 2 على 5 سالب 2 على 5 جذر 5 السالب 5 جذر اكس السالب 5 زائد سي اقدر اكتبه بهذه الصيغه كصيغه نهائيه اخيره اللي اقول سالب 2 على 5 جذر اكس اس 5 طبعا هاي زائد سي وهذا خلص. أشكركم جزيلا لكم.